أقدم لكم كل ما تحتاجونه لإصلاح وصيانة وسمكرة ودهان السيارات، مع توكيل كيان فرع المنيل، وكمان شحن تكييف وجميع أعمال الكهرباء، بيع مباشر وقطع غيار أصلي. للاستفسار 0178 7 55 26 و 0126 50 393. ما لا تجده عند غيرنا، احجز مكانك على الهاتف 031 34 66 989، أو 010 68 55 21 59. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشاهدينا في كل مكان، كل متابعي ومشاهدي برنامج أزمة أخلاق عبر هذه الشاشة الواعية، عبر هذه الشاشة المحترمة، شاشة قناة الصحة والجمال. إن شاء الله في حلقة جديدة وحلقة قوية، حلقة تمس كل البيوت المصرية وكل الشعب العربي وكل الشعب المسلم إن شاء الله بإذن الله. النهاردة حلقتنا هنتكلم عن حياتك في الجنة، وكنا الحلقة الماضية اتكلمت أنا والداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري عن فرحة دخولك الجنة، والشيخ أيمن المصري حكالنا ووصف لنا أول مشهد في دخولنا الجنة، وتاني مشهد، وأول حاجة هنمر عليها، وتاني حاجة هنمر عليها، ووقفنا عند كل واحد فينا دخل الجنة. أسأل الله السميع المجيب أن يرزقني وإياكم كل مشاهدينا في كل مكان نكون جيران وأحباب في الجنة إن شاء الله بإذن الله. الشيخ أيمن وقف عند كل واحد هيستلم بيته، وهنكمل النهاردة إزاي هنعيش حياتك في الجنة. ربنا يجعلنا يا رب من أهل الجنة وفي الفردوس الأعلى. واسمحوا لي قبل ما أبدأ حلقتي أن أرحب بضيوف الموجودين معايا في الاستوديو. برحب طبعا بفضيلة مولانا وسيدي وشيخ الفاضل الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. صباح الخير يا شيخ أيمن، أهلا بيك نورنا. أهلا بيك إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. كما أرحب أيضا بضيفي وضيفكم الكريم القارئ الشيخ أحمد شعبان، مدرس بالأزهر الشريف وعضو نقابة القراء. أهلا بك يا شيخ أحمد، منورنا. أهلا بحضرتك. مشاهدينا خلينا ندخل في موضوع الحلقة على طول. هنكمل إزاي وهنعيش في الجنة، حياتك في الجنة، ده عنوان حلقتنا إن شاء الله بإذن الله. خليكم معانا، هنستفيد كتير جدا جدا. هنوصف الجنة تفصيلا الشيخ أيمن إن شاء الله النهاردة، هتوصف لنا الجنة النهاردة يا شيخ أيمن تفصيليا. تبدو بقى أسئلتي بسيطة، ولكن هي هتبقى مثيرة وغريبة في نفس الوقت، فتتحملنا. الأسئلة دي بتدور في عقول الناس، بيكسفوا يسألوها، علشان بس لما يجي حد يسألك سؤال غريب كده فبيخاف تتهمه بالجهل، وإحنا ديننا لا فيه كسوف ولا فيه خجل ولا فيه غضاضة خالص، إن إحنا نسأل أي سؤال بيدور في عقل المشاهد. وهستأذنك طبعا، خير ما نبدأ به هذه الحلقة هو آيات الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا معالي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد شعبان جاد، القارئ بالإذاعة والتلفزيون وعضو نقابة القراء. تفضل يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين، ثلة
من الأولين وقليل من الآخرين. على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. صدق الله العلي العظيم. صدق الله السميع العليم. أحسنت يا مولانا. أحسنت. السلام عليكم. مشاهدينا هنكمل إن شاء الله بإذن الله مع الداعية الإسلامي فضيلة شيخي الطيب الفاضل فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. خلينا توجه ليك بأول سؤال يا شيخ أيمن. من آيات الذكر الحكيم الشيخ أحمد ذكر السابقين السابقين، فإحنا عايزين نعرف هو هنتسابق ولا إيه بالظبط؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وبعد. صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلني وإياك والمشاهدين من أهل الجنة. آمين يا رب العالمين. بل نطمع في كرم الكريم أن نكون من الداخلين الجنة بغير حساب ولا عذاب، وده أفضل ثواب لأهل التقوى وأهل الإيمان. طبعا أن أنت تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. أسأل الله أن يجعل هذه الحلقة طيبا وبردا وسلاما على كل قلب موجوع ومتألم، على كل قلب مريض، على كل قلب سقي من أسقام الدنيا. لأن لما نتكلم عن الجنة هتخليك تنظر إلى الدنيا بمنظر تاني، بشكل تاني. إن الدنيا دي فعلا مهما إن عظمت فهي حقيرة، ومهما إن عظمت فهي حقيرة، ومهما إن طال العمر لابد من دخول القبر. يعني يا شيخ أيمن دلوقتي الناس اللي قلوبهم متعلقة بالدنيا وفاهمين وعارفين الكلام ده، عايزين حاجات بقى ترقرق القلوب كده نرجع لربنا سبحانه وتعالى. أنا الجنة أكثر ما كان يحدث به النبي صلى الله عليه وسلم به أصحابه عن الجنة والنار، بيرغبهم ويرهبهم. فاحنا يعني عايزين نطرق الدنيا كده شويه.
أنا عايزك أنت والشيخ أحمد وكل مشاهدين نعيش بقلوبنا طبعا بجوارحنا طبعا، عايزين ننسى الدنيا شوية طبعا عشان نعرف ونتعرف عن عيشتنا وأجواء المعيشة في الجنة، لأن في ناس لما بتسمع عن الجنة يعني تكاد أن يجن، بيقولك مش معقول هي الجنة فيها كده. طبعا وإحنا لخصناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما أن أنت يخطر على بالك مش هتعرف تتخيل شكل الجنة وحلاوة الجنة وجمال الجنة ونعيم الجنة وأنهار الجنة. خلينا نخش في الموضوع، تفضل يا شيخ. والسابقون السابقون، السابقون السابقون أي السابقون إلى الخيرات فين؟ في الدنيا، في الدنيا. السابقون إلى الخيرات يعني السابقون إلى الطاعات هم السابقون إلى الجنات. يعني أنا فهمتها إن إحنا لما كلنا ربنا يبشرنا بالجنة هنتسابق كده ونجري، كل واحد عايز يدخل يشوف الجنة بسرعة بسرعة بسرعة، وكأنك داخل حاجة كويسة. ده فكر المحدود بقى يا شيخ أيمن، سامحني يعني معلش. الله تبارك وتعالى بيخبر أهل الإيمان من سبق إلى طاعة الرحمن إلى الطاعات والخيرات والعبادات هو ده اللي هيدخل الأول. الله يفتح عليك. هم السابقون الله إلى الله الجنة. الله على عدل الله، الله على عدل الملك. اوعى تظن إن في ناس كتير بتتمنى وتتألى على الله، انا مسلم وموحد ادخل الجنه. هتدخل الجنه، لكن في فرق يا شيخ احمد ان انت تدخل الجنه مكرم على طول بسرعه وتدخل مكرم، ولا يعني تدخل كده على استحياء يعني، انت فاهمني؟ هو في حد يتحمل حتى سفعه من النار؟ لا طبعا، ولا حتى الهبو والله. فاحنا ليه نلجا نفسينا لان احنا نبقى في ناس هتخش تذوق من العذاب، او اللي عليه كبائر هينقى من أهوال يوم القيامة، وإحنا حمل النار يا شيخ أيمن، إحنا حمل النار. فإحنا ربنا سبحانه يقول والسابقون أي السابقون إلى الطاعات والخيرات هم السابقون إلى الجنات. والسابقون السابقون أولئك المقربون. المقربون إلى إيه؟ إلى الجنة. هم أقرب الناس للجنة. طب والسابقون اللي كان أعمالهم كلها خير وسابقين الناس، طبعا أكيد هيشوفوا سيدنا النبي ده كل ما يتمنوا يعني، كل ما تتخيله في الجنة. يا رؤية النبي ورؤية الأنبياء، وأعظم من ذلك رؤية رب الأرض والسماء. الله أكبر، الله أكبر، وده الله أعظم عليك. الله أعظم عليك. نعيم أهل الجنة، وإن شاء الله هنفرق يا الحلقة. يا رب جعلنا من أهل الجنة. اللهم أمين يا رب. ربنا يخصنا من أهل الجنة يا رب. يبقى العالمين. والسابقون السابقون أولئك المقربون، هم دول المقربون إلى الجنة في جنات النعيم. هي مش جنة، دي جنات. جنات طبعا. ونعيم. ليه نعيم؟ لان خلاص امور الدنيا انتهت، انت تعبت في الدنيا، ذقت من الهم والغم والكرب والكد والتعب، ذقت الابتلاءات وصبرت على قضاء رب الارض والسماوات. دي حقيقة يا شيخ. فربنا سبحانه وتعالى في الجنه هينعمك. دي حقيقه. بس اللي يصبر ويحتسب بقى يا شيخ ايمن، وبعدين بقى يعني خلينا مؤدبين مع ربنا سبحانه وتعالى، لما نيجي نطلب من ربنا يخليك مؤدب كده مع ربنا. والله احنا لما نسمع عن الجنه هتهون علينا الدنيا، وهتنظر الى الدنيا بعين يعني ايه ده، هي الجنه؟ ده الواحد عشان الجنه يتحمل اي شيء في الدنيا طبعا. جمال الجنه ونعيم الجنه، او في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل من الاخرين. ايش بقى في الحته دي؟ ايوه، ثله من الاولين اي من امه النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك بقى، ركز معنا. احنا الامه رقم كام؟ 70. 70. احنا الامه رقم كام؟ 70. انا عايز كل مشاهد الاول توحد ربك، لا اله الا الله، وتصلي على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على من علم الدنيا الحب. صلى الله على من علم الدنيا الخير والرضا. صلى الله على من علم الدنيا الرحمه. صلى الله على من علم الدنيا الامانه. صلى الله على من كان يحب امته حبا جما. صلى الله على من علم الدنيا الخلق والادب. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. صلوا على من علم الدنيا الحب، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي
يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا المقدمة دي ليه؟ عشان سيدك النبي محمد كان جالس مع أصدقائه مع أصحابه فقال إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. احنا الأمة رقم كام؟ 70. 70. نفس الصلاة بيقول لأصدقائه لأصحابه إني لأرجو الله أن تكونوا ربع أهل الجنة. ربع أهل الجنة ركز ما هي دي ثلة من الأولين أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم وقليل من الآخرين يعني قليل من الأمم السابقة. يعني أكثر أهل الجنة هم مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى على حبيبك إحنا محمد. يعني صلى الله عليه وسلم ربنا يبشرك. يعني إحنا يا شيخ أيمن طبعا إحنا أيوة ربنا يبشرك يا رب. اللهم أمين يا رب. أسأل الله السميع العليم المجيب أن أكون جارك في الجنة وخادم لك في الدنيا يا شيخ أيمن. الله يبارك لك يا الله يكرمك. اسمع بقى الصحابة تقول فكبرنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بل إني لأرجو الله أن تكونوا ثلث أهل الجنة. الصحابة تقول فكبرنا الله أكبر الله أكبر. ثم قال بل أرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة. الصحابة إيه قاعد تكبر الله أكبر الله أكبر. ثم قال والله إني لأرجو الله أن تكونوا شطر أهل الجنة أي نصف أهل الجنة بل وتقاسمونهم في الشطر الآخر. وكمان هنقسم أهل الجنة فين؟ في النصف الآخر. يبقى أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ده احنا لسه صدر ما دخلناش في الجنة. ده بس كرم ربنا سبحانه وتعالى لأمة النبي محمد سبحانه. عشان كده بنقول أمة النبي لها خاصية كده عند الملك حاجة خاصة. أمة محمودة أمة ربنا شرفها وكرمها بين الأمم. يعني احنا أكتر ناس هنخش الجنة يا شيخ. الله أكبر الله أكبر. احنا أكتر ناس هنخش الجنة. احنا نصف أهل الجنة بل ونشاطر بل ونقاسم أهل الجنة في الشطر الآخر. واحنا عاملين كل المعاصي دي. لا احنا ربنا كريم. لا بجد واحنا عاملين كل المعاصي دي. جميل. احنا بنتعامل مع إله عظيم ورحيم. والله يعني انت بس الجأ لربك. انت بس دايما اذكر ربك يا اخي. اعبد ربك. صلي صوم قضي الفرائض. ربك جميل وكريم وعظيم. ايمن ويقدر يعمل معاصي يا اخي. ده اللي اعد لك الجنه بذاته هو الله. اسمع الحته دي ابراهيم. الملائكه قالوا يا رب جعلت لبني ادم الدنيا ياكلون ويشربون ويتزوجون. اسمع استاذ ابراهيم اسمع عشان تشوف كرم الملك. انا سامعك بقلبي والله. الملائكه تقول يا رب خلقت بني ادم وجعلت لهم الدنيا ياكلون ويشربون ويتزوجون فاجعل لنا الاخره. خلم لهم الدنيا يا رب واحنا خلينا الاخره. قال لا هل يستوي من خلقته بيدي اللي هو ادم ومن قلت له كن فيكون. لا بني ادم دول حاجه تانيه. انا خلقتهم بايدي وهم لازم انا اكرمهم يوم القيامه ومتعهم بالجنه. الله 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 على كرمك يا رب. الله كريم الله رحيم غفور. ادعي لي يا شيخ ايمن وادعي لكل مشاهد دلوقتي وكل مسلم وكل واحد. اسال الله ان يجعلني واياك وجميع المشاهدين من اهل الجنه. اهو ده وصف بسيط في الجنه ورضا ربنا علينا مع ان بعيدين كل البعد يا اخي. احنا مش بقيناش مؤدبين اصلا مع ربنا. والله ما بقيناش مؤدبين. ان ربنا الى دينه مردا جميعا. امين يا رب. احسن بقى نخرب اجواء الجنه عشان المشاهدين. احسن خلاص كده. امه النبي صلى الله عليه وسلم اكثر اهل الجنه. دخلنا الجنه. شوف بقى اسمع بقى ثله من الاولين وقليل من الاخرين على سرر موضونه. السرر يا اما السرير اللي انت هتنام عليه او المتكئ اللي هتجلس عليه. موضونه يعني ايه؟ مصنوعه من الذهب. تخيل لما الكرسي بتاعك في الجنه او الكنبه او الانتريم اللي عليه او الفوتيه او القعده اللي بتقعد عليها الاريكه بتاعتك من ذهب. طب سؤال هنا بقى بيلح بقى عليا يا شيخ ايمن وانت عارف ان انا بنكش كتير وما بسكتش في الحتت دي. ربنا حرم علينا الذهب في الدنيا على الرجال. ازاي هيحللهن في الجنه؟ ده انت في الدنيا الذهب محرم لانه له اضرار. اولا انت بتمتثل لاوامر الله.
هو ربنا سبحانه وتعالى بيحط لك ضوابط عشان يشوف مين اللي هيطيع ومين اللي هيعصيه. جعل الله الجنة لمن أطاعه وجعل النار أو خلق النار لمن عصاه. فأنت حاطط لك شوية قوانين عشان يشوفك أنت هتبقى بتمتثل الأوامر ولا لا، بتنتهي بالنواهي ولا لا، يعني مش بيحرمك خالص. ثم أن الذهب في الدنيا ليه تأثير اكتشفوا في الألفية الثانية في التقدم والعلم، أن الذهب دلوقتي على الرجل بيعمل له إيه؟ بيعمل له عقم، بيخليه يبقى عند بيعمل بيفرز مواد كده للجسم يعني يجعله عقيم. يعني نقدر نقول ما منع الله شيئا فيه خير. طبعا قط. طبعا الله اكبر. وما الله حلل أكبر. الله شيئا فيه شر قط. الله تبارك وتعالى يعلم الخير من الشر. فهو عارف ان ده هيضرك فمنعه. احنا بس اللي نظرتنا قوي محدوده، وعقلنا المحدود ده هو اللي مودينا في داهيه بصراحه، ونسينا نظره الله وتفكير الله المطلق في خلقه. يعني نسأل الله ان يجعلنا من عباده الصالحين يا رب العالمين، على سرر موضونة، اي مكللة من الذهب. مكللة من الذهب، هي من ذهب. تخيل انت شكل المنظر اللي عامل ايه. انت في الجنة ملك ازبرهيم، اقل واحد في الجنة له ملك، ملك من ملوك الدنيا 10 مرات. يعني انا وانت وكل مشاهد دلوقتي يصطبر ويحسب ويكون من اهل الجنة، اغنى واحد في العالم ده كله واغنى ملك جه في الكون هيكون عنده اكتر منه 10 مرات. في حديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، اني لا اعلم اخر اهل الجنه دخولا للجنه رجل يحبو مر ويكبو مر وتسفعه النار مر، حتى اذا جاوزها اول ما يعد النار ينظر اليها ويقول تبارك الذي نجاني منك. هذا يقول الله تبارك وتعالى ادخل الجنه، فيقول يا رب وجدتها ملأة مليانة، ما فيش ليه مكان، يقول ارجع ادخل الجنة، فيقول يا رب وجدتها ملأة مليانة 3 مرات. في الثالثة يقول أترضى أن يكون لك الدنيا وعشرة أمثالها؟ قد الدنيا وعشر أمثالها؟ 10 مرات. ده أقل واحد، آخر واحد داخل الجنة. سبحان الملك، تخيل شوف كرم الكريم. يا الله يا الله يا الله يا أصبر، بقول لك أنت قاعد على الأريكة بتاعتك، يا الله الكرسي الكنبة السرير من ذهب، انت منتظر ايه تاني؟ اللهم صل على سيدنا. انت لو شفت دلوقتي يعني حته دهب او عندك شويه دهب كده، يعني كيلو ولا 2 كيلو الواحد بقى يتمتع بقى بعينه، وانا امتلك وعندي وعندي وعندي. ده انت المشط بتاعك امشطهم الذهب، المشط اللي اسرح بيه من ذهب، الحلي يحلون من اساور ايه. الله يفتح عليك يا شيخ ايمن. انا معلش عشان طبعا الساده المشاهدين لهم حق علينا طبعا، والبرنامج ده اتعمل ليهم، وانا بشكرك كتير قوي الشيخ ايمن اللي تعب وفنى حياته في خدمه الدين وخدمه الامه. يا رب أسأل الله السميع العليم المجيب أن يجعل كل حرف وكل كلمة طيبة في ميزان حسناتك وميزان حسناتنا جميعا. معنا اتصال، أهلا بيك، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا فندم. أهلا وسهلا. أحييكم وأحيي الشيخ أيمن بصراحة وفريق الإعداد المحترم، خاصة الأستاذ اللي ردت عليه. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل عرف بنفسك الأول. رجب الأسنان من الأقصر. اهلا استاذ رجب، اتفضل يا فندم معاك. حبيبي الشيخ ايمن، خلي بالك الشيخ ايمن ابكينا النهارده، خلينا بكينا والله. ربنا يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لك. عايز اسالوا على الجماعه اللي بيعقوا والديهم اللي بيرموهم في الشارع وبيضربوهم، هل دول هيبقى لهم نصيب في الجنه ولا ما لهمش؟ لان انا بشوف مناظر اليمين دول مناظر بصراحه، يعني تخيل واحد يحزن 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 ونسي عمه ونسي ابوه واللي بيعملوا معاه. ايوه عندك حق فعلا يا عم رجب، دول هيكون لهم نصيب في الجنه ولا ما لهمش؟ والله هيرد علينا طبعا فضيله الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري، بس يعني ايه لما ندخل بس كده وصف الجنه والكلام الجميل والجمال الكلام الطيب اللي يقوله الشيخ ايمن، هفتكر السؤال ان شاء الله وهتفكرني بيه يا شيخ ايمن، وهنشوف لهم نصيب ولا مش نصيب. انا طبعا بشكرك استاذ رجب على مداخلتك، وشكرا لكل متابعي وكل مشاهدي برنامج ازمه اخلاق. وهننتقل سريعا كده بطرف الحديث طبعا، بعد ما سمعنا الكلام الجميل والكلام الطيب من مولاي وسيدي وشيخ الطيب الفاضل، ونحسبه على الله خيرا ولا نزكي على الله احدا، فضيله الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري، هنتوجه على طول سريعا كده للشيخ احمد شعبان جاد. هتسمعنا ايه بعد الكلام الجميل ده؟ ليك حريه الحريه المطلقه، عايز تسمعنا تتلو علينا ايات من الذكر الكريم ماشي، عايز عندك انشوده عندك حاجه روحانيه اتفضل، المايك معاك ومشاهدينا في كل مكان بيسمعوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله ربي لا أريد سواه الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الله الله. الشمس والبدر من أنوار حكمته الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه عليك الله يفتح عليك الله 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 والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه أحسنت قعدة جميلة مع ناس أتمنى أن أكون معاكم في الجنة وأكون خادم ليكم في الدنيا، فضيلة مولانا الشيخ أحمد شعبان جاد، وفضيلة مولاي وشيخ الطيب اللي بحترمه وبجله، وأسأل الله العظيم أن لا يفرق بيننا أبدا، شيخ الطيب الشيخ أيمن المصري. حبيبي الزبير الله يكرمك، ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. شيخ أيمن مشتاق قوي وسريع ومستعجل قوي اعرف ايه اللي في الجنه تاني. على سرر موضونه اي مكلله من الذهب والفضه واللؤلؤ متكئين عليها اي على السرر متقابلين. كلمه متكئ عارف لما تبقى قاعد كده متكئ براحه عندك راحه بال. وخلي بالك بس الجنه موضوعها غير الدنيا. في الجنه بقى ذهنك خالي، ذهنك مفيش شغل حاجه خالص يا شيخ ايمن. ما هو لا في شغل ولا بقى تعب، يعني ربنا مش هيامرنا بعباده خالص يا حبيبي. مفيش ولا اسقام تاني ولا امراض تاني ولا خايف بقى ان يحصل في امراض تنتشر ولا ما هو ربنا سبحانه مش قلنا بذكرنا الله تبارك وتعالى يقول يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك فيقول هل رضيتم
فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب. استنى بس الحتة دي يا شيخ أيمن، استنى لحظة. كل النعيم ده وقاعد على أريكة من ذهب وبتاكل أحسن أكل وما بتشتغلش وما بتدفعش ثمن الأكل ده ولا النعيم ده، وفي الآخر هيجي ربنا يقولك هل رضيتم؟ الكريم الكريم لسه ده لسه في، هو احنا قلنا حاجة؟ ده احنا بنوصف بس. انت لسه لما نتكلم على أجواء الجنة وشكل الجنة وطعام الجنة وفاكهة الجنة ولحوم الجنة والمتع والنزه اللي هيبقى فيها أهل الجنة، انت ممكن تقول لي انا عقلي هيطير. احد اصدقائي الهالي قال لي والله انت خليتني هتجنن، هي الجنة بالجمال ده والحلاوة. قلت له ومهما ان اوصف لك الجنة مش هعرف اوصف. وهو اللي صانع الجنة ده الملك يا اخي. ما انا اقول لك الذي اعدها لك بذاته هو الله. فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. طبعا طبعا. فيقول الا اعطيكم افضل من ذلك؟ هو في افضل من كده يا رب؟ يقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. طب ما هو عشان دخلهم الجنه في البدايه فاكيد هو راضي عنهم، يعني عارف يعني ما فيش سخط تاني. يعني مش هتبقى خلاص لا في عذاب ولا في امراض ولا خايف ان ربنا يغضب عليك تاني خالص. راضي عنك على طول. كلمه راضي عنك يعني انت في نعيم ابدي. طيب في الجنه بقى يا شيخ ايمن انا مامور ولا اختار اللي انا عايزه؟ مخير يعني انت في الدنيا كنت مامور، ده انت كنت في الدنيا مخير وهديناه النجدين. انت ليك طريقين براحتك، عايز تمشي في طريق الخير عايز تمشي في طريق الشر. فانت في الاخره كل شيء بارادتك وباختيارك. انت في الجنه ملك. ملك، عارف يعني ايه ملك؟ ملك دي هنعرفها بقى بعد ما نطلع فاصل اعلان اشغالي. وانا مشتاق قوي اعرف هيبقى مكانتنا ايه عند ربنا. مشاهدينا في كل مكان، كل متابعي ومشاهدي برنامج ازمه اخلاق، خليكم معانا، فاصل هنعود لكم بسرعه. نقدم لكم كل ما تحتاجونه لإصلاح وصيانة وسمكرة ودهان السيارات مع توكيل كيان فرع المنيل، وكمان شحن تكييف وجميع أعمال الكهرباء، بيع مباشر وقطع غيار أصلي. للاستفسار 0178 7 55 26 و 0126 50 393. ما لا تجده عند غيرنا احجز مكانك على الهاتف 0 31 34 66 989 او 0 10 68 55 21 59. ورجعنا لكم بعد الفاصل كل مشاهديني وكل متابعي برنامج أزمة أخلاق على هذه القناة المحترمة، القناة الواعية، القناة الهادفة بما تقدمه أيضا قناة الصحة والجمال. شيخ أيمن سريعا كده، ملك، ربنا هيخليك ملك أو يخليني ملك أو اللي يرضى عليهم ربنا يا رب؟ ادعي لي بالله عليك يا شيخ أيمن. كل من دخل الجنة فهو ملك، رضي عنه الله تبارك وتعالى. طيب آسف، انت عارف مشاهدين لا تحت امرك الحته دي الصغيره، انا عارف ان انا بتقل عليك والله، اتفضل سامحني. معنا اتصال، اهلا بيك، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم، ربنا يخليك يا رب ويخلي استاذ ايمن الشيخ ايمن وبارك الله فيكم. سلام. شكر جدا يا فندم. عرف نفسك يا فندم اتفضل. انا حضرتك اسمي ناصر من اسكندريه، وانا يعني بتمنى يعني ان ابقى معاكم في الروحانيه الجميله دي. معانا طبعا بقلبك ان شاء الله، كلنا مع ربنا سبحانه وتعالى. وربنا يخليك يا رب ويكرم الشيخ ايمن يا رب. يعني وبتمنى الله يبارك لك يا رب. دعوات. انا عامل عمليه وتعبان. يعني مريض وتعبان، وربنا عنده الشفاء باذن الله، وبتمنى ان دعواتكم يعني بامر الله يعني. اسال الله السميع العليم ان يشفيك شفاء لا يغادر سقما ولا الما يا رب العالمين، ويشفي كل امراض المسلمين. شكرا استاذ ناصر، وشكرا لكل اهل اسكندريه، كل متابعي ومشاهدي برنامج ازمه اخلاق. هنتوجه على طول بالسؤال للشيخ ايمن وهنكمل يا مولانا، اتفضل. على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين. طبعا انت قاعد متكئ يعني قاعد براحتك، خالي البال انت خلاص، ما
انت قاعد في الجنه للنعيم فقط. قاعد في الجنه للمتعه فقط. فالمتكئ دي يعني واحد قاعد براحته خالي كده البال وهادي البال. لا ايه كمان متقابلين. مفيش بقى هنزور بعض، متقابلين يعني بنقابل بعضنا البعض. انت بقى نفسك تشوف فلان هتروح تشوفه، عايز اقعد مع فلان هتروح تقعد معاه. وزي ما قلنا مسافه بس ما تتمنى الكرسي بتاعك يطير بيك ليه. طبعا مش وقت يعني، مفيش وقت، مفيش وقت خالص. يعني عايز اشوف الشيخ ايمن في اللحظه والتو اشوف سبحان الملك. امور الدنيا ما انتهت، ولا في بنزين ولا عربيات ولا عدم سيارات، كل هناك بقى. شوف احنا دلوقتي في التقدم اللي احنا فيه. هناك بقى ما على ما لا يخطر على بالك. الله اكبر الله اكبر. الكرسي يطير بيك، ودي فيها لها احاديث. الله اكبر. احاديث ابن عباس. عايز بقى تشوف سيدك النبي محمد، هي دي بقى المنى، هي دي الغايه وهي دي المنى. هتلاقي نفسك تروح تزور سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بذلك، اكثركم مجلسا لي يوم القيامه احسنكم خلق. خلق. عشان كده بيقول لك خليك اخلاقك حلوه عشان تجلسني كتير فين؟ يوم القيامه. يعني القصه عندنا يا شيخ ايمن في اسلامنا وفي ديننا، القصه مش مقتصره على الخمس عبادات بس، الخلق. طبعا طبعا. يعني هتلاقي واحد بيصلي وبيصوم وبيزكي وشاهد الشهادتين وعامل كل المناسك وحج البيت، وتلاقي خلقه ما بيدلش ان هو مسلم. نسأل الله العفو والعافية. خلينا بقى في أجواء الجنة عشان حبيبي حبيبي. يعني الأخ ناصر وغيره وغيره، أسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. دعواتك ليش لما إحنا لما بنسمع الجنة بتهون علينا الدنيا. مش فارقة بقى أي ابتلاء أستحمله، أي هم أنا فيه، أي كد، أي تعب. يا رب عشان الجنة ده نتحمل أي شيء. متكئين عليها متقابلين، نتقابل بعض بقى ونزور بعض، اي حد نفسك فيها تشوف. وكل شيء انت في الدنيا عشته انت هتفضل متذكره يوم القيامه. يعني انت فاكر كل حاجه. يعني انا هفتكر قرايبي واصدقائي واصحابي، كل اللي انت عشته في الدنيا انت فاكره. فاكره. انت هتقابل مين في الجنه؟ اخوانك المسلمين اللي من اهل الجنه. من اهل الجنه. المرء على دين خليله. ايوه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لك ايه، المرء يحشر مع من احب. عشان كده بيقول لك حب الصالحين، حب الاتقياء، حب الاصفياء. يا رب. حب مجالس العلم ليه؟ لان انت هتحشر مع الناس دي. صح. عشان يوم القيامه بقى واحد كان نفسك تشوفه هتشوفه. واحد كان نفسك ان انت تقابله زي اللي بيشوفنا دلوقتي مثلا عبر الشاشات، هو ما يعرفناش. في الجنه ان شاء الله. اسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه. امين يا رب. نفسي اشوف فلان ايمن اللي كان بيذكرنا بك يا رب في الدنيا، يبص يلاقي نفسه عندي. انا نفسي اشوف فلان شيخ من شيوخي او اي واحد من الصحابه او التابعين او اي واحد اشوفه. احنا في الجنه في نعيم، متكئين عليها متقابلين. اسمع، يطوف عليهم ولدان مخلدون. يعني ايه بقى ولدان ومخلدون؟ الله يعني تبارك وتعالى خلق لك ولدان اذا رايتهم كانهم لؤلؤا منثورا. جمال جدا. وذكرنا في الحلقه الماضيه ذكورهم يا شيخ ايمن. غلمان بقى احنا ما نعرفش غلمان. لكن جمال جدا. جمال جدا. يعني يسر النظر يعني. الله اكبر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تمل منهم ولا يملون منك. دول من خلق الجنه. لن تتمل من رؤيتهم ولا هم يملوا من خدمتك. واقل واحد في الجنه يا شيخ احمد له 300 غلام. الله اكبر. ده اقل واحد. 300 غلام في خدمته. الله اكبر. اسال الله ان يجعلنا من اهل الفردوس. امين يا رب العالمين. احنا طمعانين في كرم الملك. طبعا احنا بنطمع في كرم الكريم. انت تعرف يا شيخ ايمن افضل حاجه في الجنه بشرتنا بيها ايه النهارده؟ ان احنا هنشوف سيدنا النبي. الله اكبر. هنشوف سيدنا النبي. الله انت أكبر. عايز كرم بعد كده ايه؟ الله اكبر. ده الواحد بص، ده انا بقعد اصلي على النبي واذكر ربنا، نفسي النبي صلى الله عليه وسلم يجيني في المنام اشوفه ولو مره. هدخل الجنه واشوف سيدنا النبي لما اكون عايز اشوفه. الله اكبر. نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه. امين يا رب العالمين. متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون. بيطوف على اهل الجنه الولدان اللي هم مخصصين في خدمتهم. يطوف عليهم ولدان مخلدون باكواب واباريق وكاس من معين. اكواب، الكوب بقى مثلا فيه ميه، طبعا الجنه فيها ماء غير آسن. غير بقى ميه الدنيا والميه المعدنيه، ده كل ده انتهى. في اكواب من لبن، اكواب من عسل، واخد بالك. الكاس بقى للخمر. يطوف عليهم باكواب واباريق، الابريق ده اللي هو ببوز. وكاس من معين، الكاس اي كاس مخصص للخمر. لكن خمر الجنه مختلف عن خمر الدنيا. طبعا طبعا. شوف ربنا لقي لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ولا ينزفون. ان خمر الدنيا كان بيحصل منها ايه؟ سكر، صداع، قيء. صح. واخد بالك. لكن خمر الجنه لا. ده حاجه ربانيه. الشاربين حاجه ربانيه. الله يفتح عليك. لكن لا بتسكر ولا بتعمل لك صداع ولا بتخليك تنزف منها. فهو اسم خمر لكن الطعم غير الطعم تماما. طبعا طبعا.
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. أكيد بقى هنا مما يتخيرون دي يا شيخ أيمن وقف عندها حتة صغيرة. أكيد في فاكهة في الجنة مش موجودة في الدنيا. أكيد طبعا. أسماء وأشكال وألوان وطعم وريحة وحاجة تسر النظر في الجنة. يقول العبد للملائكة موز رمان. ما رمان ما كان في الدنيا زي الدنيا. الملائكة تقول له لا يا عبد الله قل إن الاسم واحد. الاسم واحد ولكن الطعم مختلف. والشكل بقى ده مع حاجة تسر النظر حبيبي. هذا ما أعده الله لك بذاته. انت فيه تاني صح. انت لما بتروح كده الرحلات او الحدائق اللي هي معمولة على اعلى وسائل التقنية والتصميم صح. انت بتدخل تنبهر طبعا. ده بقى من صنع واحد مهندس بشري بشر زي صح. ما بالك بقى اللي من صنع الملك هيكون شكلها ايه طبعا طبعا وهيئتها ايه. الزرع بتاع الدنيا اللي كله كيماوي وتهجين لا الجنه دي حاجه تانية. الله اكبر الله اكبر حاجه تانية. الله يفتح عليك. في اي مكان كده البساتين والحدائق عايز تاكل تقطف ثمره وذللت قطوفها تذليلا. الفرع كده ينزل لك تقطف الثمره في نفس الوقت يخرج غيرها. ده خير من نفس الوقت ربنا. طبعا ده خير غير مقطوع بقى. ده خير مستمر يعني الخير مستمر بسرعه. وفي اخر بعد سوره الوقعه قدام شويه وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه. هي دي بقى يا شيخ لا بتتقطع عنك ولا ممنوعه. ما فيش حاجه اسمها فاكهه الصيف فاكهه الشتاء. لا كل الفاكهه في اي وقت موجوده اي نوع تحبه موجود. الله اكبر. هو ربنا سبحانه بيقول لك ايه وفاكهه مما يتخيرون اللي انت عايزه كل ما كل اللي اتحرمت منه في بس الدنيا. بس انت ما تبخلش على نفسك واطلب يا صح. انت ملك انت يا عم انت رايح هناك تدلع على ربنا. البستان انت تعبت الحدائق بتاعتك مليانه بالثمار والفاكهه. انت هتمشي في ملكك 2000 سنه. في ملكي 2000 سنه. ده ادنى اهل الجنه منزله. ادنى اهل الجنه منزله. تخيل بقى يبقى في اقلهم وحدائق وكواعب اطرابه وكاسا دهاقة. فليك حدائق في الجنة. تخيل انت لما ملكك اللي قد الدنيا 10 مرات ده اكيد هتلاقي في كل انواع الفاكهة وانواع الثمار اللي انت بتشتهيها. انت ملك ملك. هيبقى عندك اكتفاء ذاتي جوه البساتين بتاعتك والجنينة بتاعتك. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. كل ما تشتهيه كل انواع اللحم اللي نفسك فيها. كل يعني بمجرد بفكر بقى يا شيخ ايمن مين هيشوي ومين هيجهز يا حبيبي الولدان الولدان هيجهزوا الحاجات دي. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انت في الدنيا لما بتحب انا بس عايزك تستحملني خدني على قد عقلي الصغير المحدود ده. انت عايز انا معاك. كل الاسئله ده هي بتدور في ذهن الناس وبيكسفوا قال يسالوها. انا لخصت لك الموضوع. اصل امور الجنه غير الدنيا. مفيش بقى لا تعب ولا سته هتطبخ تاني ولا الكلام ده خلاص. ده كان في الدنيا ولا في بقى وجع ولا لا 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 مدير. احنا في الدنيا منعمين فقط. سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى شيخ احمد صلى الله عليه وسلم صلوا كل المشاهدين صلوا على سيدنا وسلم صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم او يقول ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود انك لا تنظر الى الطير في الجنه. في انواع طيور بقى كتير. مسافه ما تنظر تنظر ايه تنظر الى الطير في الجنه فتشتهيه. مجرد ان انت تشتهيه يعني نفسي اكل الطير ده فيخر بين يديك مشوية. في نفس الوقت في نفس اللحظة ونفس التو ولا تاخد وقت بقى ولا لسه تحضير ولا تطلب دوريفر ياخد لك ساعة ولا بتعلم يجهز لك لك ولا تخش مطعم عشان تاكل اكلة حلوة يقعد لك نص ساعة. لا مسافة ما تشتهي بس اي نوع من انواع الطير. والطير في الجنة بدون ريش ولا عض. جاهز. مفيش جوه عضم. مفيش جوه عضم. وانت مفيش حاجه اسمها لقمامه ولا الكلام من ده. يعني تاكل على طول يعني يا حبيبي هو شكل الطير. لكن ما انت مفيش اي وجع ولا اي تعب في الجنه. مفيش حاجه اسمها زباله ولا الكلام ده. خلاص ده كان في الدنيا. الدنيا بتاعتنا اللي احنا بنتصارع عليها الحقيره. يعني ربنا عايز يقول لك انا جايبك هنا
علشان تتنعموا بس. إن المتقين في جنات ونعيم. بس. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في مقام أمين. آيات كثيرة. إن للمتقين مفازة. أيوة. حدائق وأعناب. وأعناب. سمعنا الآية دي الشيخ أحمد الله. هنسمعها من فضيلة القارئ الشيخ أحمد شعبان جاد، ربنا يبارك في عمرك، اتفضل يا مولانا اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك عطاء. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يفتح عليك يا شيخ أحمد، الله يفتح عليك. قاعدة جميلة ومش عايزين نسيبكم والله بجد بجد، قاعدة كلها روحانيات، وأكيد حضرنا دلوقتي ملائكة ربنا بيحيطوا قعدة العلم وقعدة الصفا والنقاء والرجوع إلى الله صلى الله عليه وسلم. ما أعتقدش أبدا أن أنتوا بعد ما تسمعوا كلام تعدي على الإسلام الشيخ أيمن المصري أن ممكن حد يفكر يأسى ربنا تاني إلا وكان خاسرا بقى بجد، وأن ربنا طبع على قلبه بجد. كل اللي هيحصل لنا ده المفروض الواحد يسجد سجدة ينتهي منها عند قضاء حياته بالموت، وإحنا مقصرين كتير أوي أوي مع ربنا. هتوجه للدعاء الإسلام الشيخ أيمن المصري بسؤال من آيات الله ذكر الحكيم. جزاء من ربك عطاء حسابا. ربنا هيجازينا وهيحاسبنا، يدخلنا الجنة بأعمالنا وكل واحد على قدر عمله بالظبط، ولا هيبقى فيه رحمة من ربنا وعطاء بلا حدود وبلا نظير. الله أكبر على عطاء الملك. الله أكبر. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال والله لن يدخل أحدكم عمله الجنة ولكن برحمة الله. فالأعمال هي بتعلي مكانتك في الجنة. لكن في الأول والآخر كلنا ندخل الجنة برحمة الملك، برحمة الملك. لكن بالأعمال بقى، أنت كنت تعبان مع ربنا سبحانه وتعالى في شغلك في طاعتك في صلاتك، بيبقى مكانتك أعلى. ما احنا في الجنة زي الدنيا، في واحد غني واحد فقير، لكن الكل سواسية وفي حب طبعا. يعني ما فيش حد هيغير من حد ولا حد هيحسد حد، ما هو واحد تاب مع ربنا فبيدي له مكانه درجه اعلى. ما الجنه درجات وكل درجه بتبقى اعلى من اللي قبليها. فطبعا لازم نشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ان للمتقين مفازه. مفازه هم اللي هو دول الايه؟ الفوز. كل الفوز لمين؟ للمتقين. للمتقين اللي حقق التقوى في الدنيا. حدائق واعناب. ركز معايا. حدائق يعني لهم حدائق. شوف بقى، انت في الدنيا كنت نفسك تروح جناين، مش عارف عارف يعني كلمة حديقة؟ يعني لها سور بيتك صح، قصرك، ما انت ملك. الحدائق بتاعتك او الحديقة بتاعتك لها سور. شوف بقى انت بقى كل ما تشتهيه نفسك في الحديقة بتاعتك. كل ما تتخيله من سبل الطعام والشراب والترفيه واي حاجة نفسك فيها من 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 من, من امور الترفيه. حدائق وأعناب. الأعناب اللي هو العنب، معروف من ضمن ثمار الجنة. حدائق وأعناب. وكواعب أتراب. الكواعب الأتراب المرأة في الجنة.
كواعب يعني جمال جدا لان ربنا بينشئها لك نشأة تانية طبعا دي بتاع زوجتك الدنيوية غير الحور العين أطربة يعني متساويات في السن كل أهل الجنة متساويين في السن زوجتك على طول شباب زيك في الجنة شباب على طول كلهم كواعب أطربة مفيش بقى كبر ولا مرض ولا ألم ولا وجع ولا حتى دماغك صافية وما عندكش حاجة تفكر فيها يعني احنا ذكرنا انت في الجنة في سورة نبينا آدم 60 ذراعا في السماء الله أكبر في قوة سيدنا موسى الله أكبر على صورة نبينا يوسف الله في الجمال أكبر. في عمر سيدنا عيسى 30 أو 33 سنة الله أكبر وعلى خلق نبينا محمد صلى الله عليه صلى الله وسلم. وسلم ده ملخص الجنة اسمع بقى الجميل وكأسا سريعا بقى شيخ أيمن كأسا دهاقة كأس اللي هو الخمر دهاقة يعني ممتلئ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا وده أفضل شيء بقى في الجنة الجنة بقى لا فيها لغو ولا نميمة ولا غيبة ولا كلام ولا واحد يجيب سيرة حد أي لغو أي كلام فيه لا سب ولا شتم ولا قذف ولا لغوا ولا كذابة ولا كذب مفيش كذب بقى في الجنة كلنا صادقين بنحب بعض ونزعنا ما في صدورهم من غل أخوانا على صور المتقابلين فده نعيم أهل الجنة في نعيم وعطايا لا حصر لها ولا الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا شيخ أيمن ان شاء الله هيكون لنا حلقات في وصف الجنه حلقات قادمه ان شاء الله وعدنا يا شيخ يا رب وعدنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله انا اعتقد يعني ان كل مشاهدينا في كل مكان اللي يسمع الكلام النهارده والحلقه دي بالذات اعتقد ان هو ما يحصلش ربنا تاني عايزين نقرب بقى ننشر الحب والخير بيننا وبين بعض عايزين نرجع لجبر الخواطر يا جماعه نجبر بخاطر بعض اللي عنده جار دلوقتي زعلان منه ينزل يصالحه حالا دلوقتي اللي عنده اخت ما بيكلمهاش يتصل بيها دلوقتي اللي عنده اخ مقطعه لا يتصل بيه يا جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه كما يحب لنفسه يا جماعه احنا عايزين بقى صله الرحم بقى ونسال على الاقارب ونسال على اصدقائنا ونحب بعض وننشر الحب وننشر الخير ان شاء الله باذن الله حلقه كانت جميله جدا وكانت قاعده جميله جدا لكن للاسف الوقت بيمضي سريعا وفي نهايه حلقتي طبعا لا املك الا ان اتوجه اليكم بالشكر مشاهدينا في كل مكان على امل ان نلقاكم في حلقه قادمه بتوجه بالشكر طبعا للداعيه الاسلامي اللي مشرفني دايما ومنورني شيخ الطيب سيد الفاضل معالي فضيله الشيخ الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري تحياتي ليك يا شيخ كنت منورني كما اتوجه ايضا بالشكر لمعالي مولانا الشيخ احمد شعبان جاد القارئ كنت مشرفني يا شيخ احمد والله مشاهدينا في كل مكان على امل ان نلقاكم في الحلقه القادمه في مثل هذا الموعد من الاسبوع القادم نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.